الخلا وصمودك قد كان الأروى خبر صاص الغدر وتابى كل يد تقتال وتقمع صفحت الموت ولم تخلى وصمودك قد كان الأروى خبر صاص الغدر وتابى كل يد أما حديثكم عن الحوار فإن له مقتضيات إذ يقتضي أي حوار جاد القبول للاستماع للرأي الآخر وأن يكون حوار الأقوياء وحوار الند بالند وعدم التشكيك في نوايا الخطاب وإبداء حسن النوايا في هذا الشأن واعتبار ما يقوله الطرف المحاور في دائرة ما يؤخذ ويعطى فيه أي ضمن دائرة الاختلاف ويستوجب عدم نعت الآراء المخالفة بالخيانة وعدم الوطنية والعمالة. المعارضة تقول بأن لدي الشارع الأوسع من المواطنين الذين يقبلون بمطالبها وفي المقابل فإن الرأي الآخر الذي تعمل عليه الدولة سلب الشعب حقه في تقرير مصيره وتختار للشعب ما تريده ومن ثم تدعي حصولها على الإرادة الشعبية والإرادة الشعبية والشرعية لا تتأتى إلا بطرق محددة ومعروفة ومعتبرة ومنها الاستفتاء أو المجلس التأسيسي. نحن ندعو لاستفتاء أو مجلس تأسيسي فليقبلوا بذلك وليرضخوا لذلك حتى يقولوا أنهم لا يقصون أحداً أبداً.